دوما 3/7/2012 خنطق الحجارية. محاولة الدخول إلى دوما ظهيرة يوم الثلاثاء 3/7/2012 وهي خاوية على عروشها بعد المداهمات والقصف التي قامت به العصابات الأسرية على المنطقة. الشارع عافية الحجارية 3/7/2012 دوما شارع الحجارية 3/7/2012 شارع الحجارية في دوما. المنازل تعرضت لقصف عنيف 3/7/2012 دوما 3/7/2012 مسجد أبو الرهج. القذائف التي أتت على المسجد هكذا حل في بيوت الله 3/7/2012 جانب من الدمار الذي أصاب السوق التجاري في دوما. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. مسجد أبو الرهج الدمار الذي لحق به المسجد إسر القذائف. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم شل أيديهم اللهم عليك بهم بما شئت وكيف شئت. فلتنظروا يا علماء المسلمين يا من آثرتم الصمت هذه هي بيوت الله تدمر وتقذف بالقذائف. فلتنظروا يا من سكتتم وخفتم على مناصبكم أسأل الله تعالى أن تسألوا على هذه المواقف. أسأل الله تعالى أن تحاسبوا على هذا وعلى سفك الدماء الذي شاركتم به. وحسبنا الله ونعم الوكيل. دوما 3/7/2012 الدمار الذي خلفته العصابات الأسدية في دوما. وحسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. المنازل والبيوت حسبنا الله ونعم الوكيل. الأبنية التي تعرضت للقصف والإحراق بالكامل ممتلكات الناس. هذا البيت الذي كان عامرا بالسكان والأطفال وقد تم إجلاؤهم بعد نزول القذيفة عليهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ذاك البيت الذي تعرض لقذيفة وأسقطته. مدينة دوما حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. البنية التحتية كلها دمرت. لم يبقى لا أعمدة كهرباء هذا العلم مرفرفا إشارة إلى أن هذه الأمة ستأخذ حريتها إن شاء الله. ولو دفعنا دماءنا ولو فقدنا أموالنا ولو فقدنا أبناءنا ستبقى هذه الأعمال رمزا للحرية التي دفع ثمنها دماء
روينا بها أرض هذا البلد. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا، اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين وربنا، إلى من تكلنا؟ أإلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا يا رب. 3 7 2 1